الدجاجه ما خصو وجهها يكون باهت وما خصو وجهها يكون ضعيف. فاش كتمشي مثلا كتشري شي دجاج في السوق خصك ترد البال، اول حاجه رد البال بالنسبه للدجاجه رد البال الوجه ديالها. الا كيبان لك الوجه ديالها باهت وكيبان لك الوجه ديالها ضعيف بزاف، يعني مسموم، كيبان لك ماشي عادي بلا ما تشويها. لان اليوم في السوق، اليوم السبت الغدان، كاينه تبارك الله دخلت السلعه بالنسبه للدجاجه. كاينين شي وحدين كيشريو دابا الدجاج جمله ولا كيلقطوه من بعض البلايص وكيجمعوه ومن بعد كيجيبوه للسوق كيبيعوه. هما ماشي حريفيه يعني قدام ولا، ولكن غير دخلاء وكيدخلوا واحد الوقت في السنه كيخدموا في الدومين. كيجيبوا مثلا السلعه وكيفاش كتشوف فيها راه كتحشم تشوف فيها، لان السلعه كتبان لك الوجه ديالها ضعيف وباينه داخل مع المغرب. وكاين بعض الناس مع كيشوفوا السلعه مساكن ما كيعرفوش يفرقوا بيناتها. وحتى فاش كيجي عندك شي صديق ديالك تما ولا شي متتبع ديالك انت في الصفحه ولا، وكيجي لعندك كيقول لك اودي راه شرا ديك السلعه هو جابها لعندك وقال لك شوف لي هاد السلعه، راه ما تقدرش تقول لي هاد السلعه ما خدامه لي. علاش دونك انا ما نقدرش نقول ليه، دونك انا ما نقدرش نقول لي هذيك السلعه ما خداماش لي. علاش ما نقدرش نقولها ليه؟ لان غادي نخلق مشكل مع داك السيد اللي بعليه. وداك السيد اللي بعليه حتى هو اش كيقول لك؟ كيقول لك حنا كندخلوا السوق وكنغطوا الطرف ديال الخبز بغض النظر عندك طرف الخبز واش حلال ولا حرام. المهم هما كيقول لك كنغطوا الطرف ديال الخبز، يعني بمعنى ما خصنيش دابا انت تشري السلعه وتجيبها لي تقول لي شنو بان لك فيها. راه ما نقدرش نقول لك انا والو حتى لو فيها المشكل. انا علاش غادي نقول لك انا فيها المشكل؟ غادي نرجع عليه هو غيجي يقول لك اصاحبي انت خرجتي علينا وداك الشيء. داك الشيء علاش دابا دوك انت مثلا جيتي للسوق السلعه، جيتي للسوق وبغيت تاخذ شي سلعه رد ليها البال، رد البال مزيان المواصفات ديالها. الا كتبان لك الدجاجه ضعيفه هزيتيها وكيبان لك مثلا الوجه ديالها ضعيف وكيبان لك الوجه ديالها باهت وهزيتيها هكا من الارض وكيبان لك خفيفه بزاف، ولا من اللوغ ديالها من جهه الديل ديالها من جهه القزيبه ديالها كتبان لك مجموعه، عرف هذيك ما غاديش تعطيك بيضه كبيره بعدا لان مجموعه تعطيك بيض صغير. ثاني حاجه هي الوجه ديالها باهت، يعني يا اما عندك الاحتمال الاول يلا في بدايه المرض، يعني يلا بدا عندك، ولا اصلا هذاك المرض راه داخل معاه مزيان يعني شاد ليها في العظام ديالها. الاحتمال الثاني هو انك بدي ديك السلعه يا اما غادي تضيع فيها فلوسك، ويا اما غادي ديها وغتلصق لك المشكل في داكشي اللي عندك. داكشي علاش فاش تجي السوق ديما ترد البال بلا ما تسول شي واحد، بلا ما سميتو انت، غير لوح عينك على السلعه. الا كيبان لك الدجاج اللون ديال الراس ديالها ديال الوجه ديالها كيبان لك مزيان اللون زوين، الدجاجه مضويه ضاويه، تكل على الله ما تخافش هزها وكيبان لك الوزن تاعها مزيان، تكل على الله ما تخاف والو. ولكن المشكل فاش كتجي انت للسوق وهي اصلا راه باين عليها المرض، والناس دوك الحريفيه اللي عارفينها اللي شافها كيزيد ما كيسولو كاع. انا كنجي لعند بحال هذوك والله نبي ندير معاه فيديو ما نقدرش ندير معاهم فيديو. علاش؟ لان ما نقدرش نصور شي حاجه اللي تقدر تخلق مشكل لشي واحد اخر كدير فيها هكا وكتزيد في حالاتي. داكشي علاش جيتي للسوق بغيتي تقدر السلعه ديالك رد البال للوجه ديالها. الا كيبان لك الوجه ديالها ضاوي ومزيان وكتبان لك الوزن تاعها مزيان توكل على الله. كيبان لك مثلا السلعه ماشي هي هذيك وانت اصلا شاريها وشك فيها، سير في حالاتك وخلي فلوس في جيبك. تحياتي لكم.